قد بده ليصير جمع ساعة ونص ليصير جمع أبو يوسف اليوم. هاي طبعا بعد ما شبعت التوابل حلت ها ايه ايه نزلها هيك صار لونه حلو شلون صار مجانو غير شيء معلم تبع لنا الرزات قبل ما يدخلون على المندي أهلا أبو يوسف هلا والله معلم هلا أبو جان والله خالصين هاي معلم ابو يوسف مجهز لنا قال لي نصحني او جيب بصل جيب لنا كم بصل هاي نحن ابو يوسف شفت غيرت تكتيك الشغل شلون؟ ايه جبت الراس من فوق الراس من فوق هذول الشحنات من هون هيك ابو جانو حبيبي يسوى هلا تيجي الشغلة كمان ارسل ما ضل بصل ها كان في كثير ها تقريبا الفحم جهزه ابو يوسف اللحمه عندنا هون جاهزه تقريبا
على المشفى يا ابو فهد. اين واحد من طرفي؟ هذا من عندك؟ ندي ديك نعم ديك تركوا الله 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 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الشباب الشباب الطيبة طبعا الشباب مكان شوي لورانس شفت هذاك شفت الرزلة وكان حطيته ايش كان صار؟ كان خربت الدنيا شفت لين وصل. يا ابو يوسف حبيب القلب بس اعطينا نظره وابتسامه. هاي يلا استناك. هاي الابتسامه. وهذا بسم الله ما شاء الله. هذا المندي. عرسين صارني